الثاني. اللعب حكى المباراة شعيب، وفي صفارة وفي فاول، في فاول، فاول على بسام عبد النبي. فاول ان شاء الله بالسلامة. صالح النعيمة اللي بيدخل على طول ناحية اليمين، وفي فاول في اللعب. خطرة 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 في اول لعبة، خطرة الحريق يا ربيع ياسين. ايضا منتخب الجنوب لعب مع فريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي طبعا من الفرق العربية العريقة واللي وصل لنهائي كأس افريقيا المباراة النهائية ومرشح الفوز فيها. فتلعب في النص مجدي عبد الغني، محبوب مجدي عبد الغني ياخذها، فهد المصيبيح بيلعبها توصل الكره الى محبوب جمعه. محبوب يلعب، محبوب ناحيه صالح عصفور يبعدها المدافع، حصلها شوف. الله الله حلوه، تصلح توصل لعبد الله بلوشي. عبد الله بلوشي بيحط لها فيها قويه، لكن بتروح الكره فوق العارضه، فوق العارضه، كره حلوه. 14 مصطفى عبدو، علامة يوم مصطفى عبدو. اللعب في العرض يبعدها، رامي التماس الأهلي، ربيع ياسين، سيد الى عبد الغني العنبري، عنبري الدخيل، دخيل العنبري، دخيل، دخيل، مصور، جول جول جول. الله الله كرة اللعب هو الجمهور المصري طبعا منفعل مع الكرة وساعات اللي بيقولها. كرة اللعب توصل حصل مصطفى عبده، المرة ياخذها باسل عبد النبي، توصلت اللعب لمحبوب جمعة، محبوب لعب الاب فهد المصيبيح، مجدي عبد الغني، مصطفى عبدو حمس المباراة. مصطفى عبدو كرة مع مصطفى عبدو الكابتن، كرة معاه بيلعبها على طول، قطعها بلوشي توصل ناحية اليمين في النص، بسام عبد النبي العنبري، كرة مع العنبري يلعبها لبسام عبد النبي ناحية اليمين، بسام عبد النبي يحاول امور، هو ربيع ياسين عطل عنبري، العنبري عنبري شوت شوت عمل جول 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 جول. الله حلوة قطعة العنبري، عنبري شوت شات ابدا ما خابت، عمل شوف من زاوية صعبة، من زاوية صعبة جدا جدا جدا، شوف العنبري بيحطها في الزاوية 90. الله بدقيقة 29، في دقيقة 29 عبد العزيز العنبري بيسجل كرة حلوة 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 من زاوية صعبة الحقيقة، يحطها على إكرامي، جول جول في دقيقة 29. شوف شوف لما شوف العنبري، شوف العنبري، شوف العنبري، شوف ما طوحها، ما طوحها زيادة، طوح جسمه حتى من زاوية صعبة. الله 90 طبعا مدرب نادي السالمية ريح الدخيل، ريح بلوشي، شاركوا لأن أيضا المنتخب الوطني عنده لقاء باكر مع مالمو السويدي في مباراة ودية إعداد إلى كأس آسيا، ففضل مدربنا مشاركون مع زميلهم. تواصل المصري مفتاح، وهجمة لمنتخب المصري مفتاح، وهجمة المصري مفتاح، ويمر جول جول جول، حتى حتى العبري، حتى العبري. الله صنعها مفتاح وفتح فيها جول عبري. الله وشعيب كان فيها اعطاء الفرصه والعب.
العنبري طوع، والعنبري طوع 2-0 2-0. منصور مفتاح مر في الكرة والحكم عطى فرصة فعلا الى منصور مفتاح. العنبري ما يأس طبعا، حط الهدف الثاني في الدقيقة 34. في الدقيقة شوف لعادة، شوف العنبري يتابعها بعد ما صنعها منصور مفتاح من قطر، ايضا تممها العنبري في الدقيقة 37. في الدقيقة 37 العنبري، العنبري بيضيف الهدف الثاني. كرة اللعب طويلة على طول تطلع برا الملعب او بداية الشوط الثاني. الشوط الاولاني انتهى 2-0 سجلهم عبد العزيز العنبري، لا شيء النادي الاهلي. لعبة عبد الله عبد الكريم، صالح عصفور، منصور مفتاح، منصور مفتاح، رمى منصور مفتاح حلوة، الله الله يا منصور حلوة بيحطها على الطاير. في تغيير طبعا لان فناي الاهلي الحقيقة ما معاهم فنيلات اللي هي كاملة، فمصطفى عبده كان سبعة في كرة اللعبة توصل كرة الى فني العاصف، هو في الجول، جول جول زكريا ناصر في الدقيقة 27. في الدقيقة 27 زكريا ناصر بيسجل الهدف الأولاني للأهلي للأهلي للأهلي.